تنفع بالقميمه اللي مش مولودين من عمر 18 فما فوق، حتى قبل 60 زين هواي اطفال مش مولودين، حتى اللي مصاب بكورونا يطيب من الاصابه يقدر ياخذ اللقاح، اللي عنده امراض مزمنه ايضا يقدر ياخذ اللقاح، ما في اي تاثير او مضاعفات عليه، اللي عنده حساسيه من الدول من الاكل ايضا مشمول به، بس من تحت الاشراف الطبي. اللي ياخذ حبه البنفلون ايضا مش مولودين فيه، بس لازم يشوفوه في الاسبوع اشراف طبي يلا يدرون ياخذ. حتى اللي ياخذ كيمياوي حتى كان تكمل الكورس يقدر ياخذ اللقاح. ما عدا الحامل المرضى دون ال 18 هذول اللي مشغولين لقاح ان شاء الله امن ومقاس مرتبه للصحه العالميه. اعراض بيجانبيه بتاخذي اللقاح توقع يستمر يوم او يومين وكانه انت مداويه لا اكثر ولا اقل. كل يمكن هذا الطبي اخذته ان شاء الله لقاح عام يكفي نشر الوباء وقليل من حد الاصابات وكافي تعامل الكورونا تمام؟ يعني ان شاء الله احنا اذا من التعاون ونتفاهم ويصير عندنا وعي ثقافي لان هذا اللقاح راح يخلصنا من المرض يعني ما راح يبقى حد ما هو عليه فبجانب عندكم اللي تطبق فيه والشروط الموجوده ويزيدون في الكلام تطبق وتسجلون عليه اللقاح بس